ينضم إلينا من عمان محلل أول أسواق مالية سركيس نزار من إكويتي جروب للحديث عن تطورات العملات الأجنبية. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ سركيس من جديد. إذا تحدثنا عن أداء الدولار المميز ووصوله إلى أعلى مستوياته تقريبا منذ 20 عاما، لكن يعني اليوم الحديث حول الين الياباني الذي يهبط مقابل الدولار في ظل هذا الارتفاع الحاصل في أسعار الدولار، ما هي الأسباب وإلى أين يعني من المتوقع أن يصل مستويات الين الياباني مقابل الدولار؟ نهاركم سعيد. بالفعل شهدنا انخفاضات كبيرة جدا في الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي، حيث ارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى منذ نحو عقدين من الزمن، ورافق ذلك هبوط الين الياباني إلى مستويات هي الأدنى منذ شهر 4 عام 2002، أي أدنى مستويات منذ أكثر من 20 عاما. وجاء هذا الانخفاض في الين الياباني إثر الاختلاف المباشر ما بين توجهات الاحتياط الفدرالي الأمريكي وبنك اليابان المركزي. بنك اليابان من المتوقع أن يحافظ على سياسة تسهيلية للغاية في وقت يتوجه فيه الفدرالي الأمريكي لرفع الفائدة بشكل متواصل هذه السنة. من ناحية أخرى، الصين قامت بإجراء إغلاقات كورونا مرة أخرى، وكما نعلم الاقتصاد الصيني هو ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر اقتصاد آسيوي، وإغلاقات كورونا من المتوقع أن تتسبب في تباطؤ اقتصادي واضح في الدول الآسيوية ينعكس على اليابان، مما قد يبقي على معدلات التضخم منخفضة نوعا ما في اليابان، والنمو الاقتصادي أيضا متباطئ، مما قد يبقي أيضا على سياسات تسهيلية للغاية في بنك اليابان المركزي. اعتدنا سابقا أن نشهد الين الياباني تملاذ آمن عندما تسود حالة من القلق، لكن حاليا يفضل المستثمرون التوجه نحو الدولار الأمريكي الذي يعتبر الملاذ الآمن وسط التوترات في الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن. نعم، يعني قرارات المركزي الياباني متوقعة وواضحة بأنه إبقاء أسعار الفائدة كما هي. إذا يعني ما طبقنا هذه النظرية على منطقة اليورو وأيضا قرارات المركزي الأوروبي، تصريحات واضحة لكريستينا لاغارد تقول بأن التضخم لن يكون ركوديا في منطقة أوروبا تحديدا، وهذه المعطيات كيف تؤثر على أداء اليورو وما هي التوقعات لقرارات المركزي الأوروبي في ظل هذه الارتفاعات في أسعار الفائدة؟ بالفعل نشهد اختلاف أيضا نوعا ما ما بين البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفدرالي الأمريكي. في أوروبا قد تختلف الظروف بعض الشيء عما هي في الولايات المتحدة. التضخم في أوروبا مرتفع بالفعل، لكن جاءت تصريحات كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي مطمئنة نوعا ما تجاه معدلات التضخم، لكن هنالك من يرى بأن البنك المركزي الأوروبي سيرفع الفائدة بالفعل هذه السنة، لكن على الأرجح لن ترتفع الفائدة إلى أكثر من 1%. 1% هو المستوى الأقصى الذي تتوقعه الأسواق في البنك المركزي الأوروبي، لكن إذا نظرنا إلى الاحتياط الفدرالي الأمريكي فالتوقعات تشير لاحتمال وصول الفائدة إلى 2.5% على أقل تقدير. بالتالي نلاحظ بأن الأفضلية بالنسبة لأسعار الفائدة ما تزال إلى الاحتياط الفدرالي الأمريكي، مما يبقي على الضغط على اليورو، وهذا أيضا ما قد يظهر لنا مدى تأثر اقتصاد منطقة اليورو بالتوترات الجيوسياسية التي قد تضعف الاقتصاد على مدى هذه السنة، مما قد يجعل البنك المركزي الأوروبي يتجاهل نوعا ما الارتفاعات الهائلة في التضخم والقياسية في أوروبا التي فاقت 7%. نعم، يعني سركيس بالحديث عن التداعيات الجيوسياسية وتأثير الحرب بين روسيا وأوكرانيا، من الملفت الارتفاعات الحاصلة في الروبل بالرغم من هذه التوترات والارتفاعات الحاصلة في أداء الدولار. الروبل يرتفع، يعني ما هي الأسباب داعمة لارتفاع أسعار الروبل حاليا؟ بالفعل الارتفاعات التي يشهدها الروبل هي ارتفاعات مرتبطة بأحداث وتصريحات سياسية ومطالبات من روسيا بأن يتم الدفع أثمان النفط والغاز الروسيان من خلال التعامل بالروبل الروسي. الروبل الروسي عندما انخفض إلى مستويات متدنية قياسية أمام الدولار وعدة عملات أخرى، توجهت روسيا لاتخاذ عدة خطوات، منها رفع هائل في أسعار الفائدة في البنك المركزي الروسي، ومن ثم جاءت لتثبت روسيا بأنها قادرة على الوفاء بالتزاماتها للمقرضين لها، وهذا من خلال سداد فوائد استحقت سابقا على سندات
ثم جاءت القرارات السياسية من الرئيس الروسي والتي تطالب بأن يتم الدفع لثمن الصادرات الروسية بواسطة الروبل، وهذا بحد ذاته استطاع إيقاف الانهيارات السابقة بالروبل، بل دفعه للارتفاع مقابل سلة من العملات شملت أيضا الدولار الأمريكي. نعم سركيس، يعني أخذنا الحديث أيضا عن أداء الليرة التركية. نحن نتحدث عن التضاربات فيما يتعلق بقرارات البنوك المركزية العالمية، بعض البنوك ذهبت إلى رفع أسعار الفائدة والبعض بقي في حالة التيسير الكمي. إذا ما تحدثنا عن الليرة التركية في ظل هذه القرارات والارتفاعات الحاصلة في مؤشر الدولار، برأيك إلى أي مستوى وصلت الليرة التركية؟ الآن بالنسبة إلى الليرة التركية فمتعلقة في اتجاهها على توقعات اقتصادية تبدو سلبية. تركيا أحد الدول التي تتأثر اقتصاديا من التوترات الجيوسياسية شرق أوروبا. يجب أن نأخذ أيضا بعين الاعتبار أن التضخم في تركيا وصل إلى مستويات قريبة من 70%. هذه المستويات التاريخية المرتفعة جدا من التضخم يرافقها توقعات ضعف اقتصادي، لكن بالنسبة للبنك المركزي التركي فهو ملتزم بسياساته الحالية، وأسعار فائدة قام بخفضها لمرة واحدة لتصبح 14%، لكن لم يقم بنك تركيا المركزي برفع الفائدة لمواجهة التضخم، وهذا الأمر بحد ذاته ضغط على الليرة التركية التي تداولت عند 14.9 ليرة للدولار الأمريكي الواحد واستمرت في انخفاضها لعدة أسابيع متتالية، تشير التوقعات إلى احتمالية استمرار الانخفاض لكن بشكل تدريجي في الليرة التركية، وهذا الانخفاض قد يأخذها لمستوى 15 أو حتى 15.5 ليرة تركية للدولار الأمريكي الواحد، طبعا ما لم نشهد تحركات مباشرة من بنك تركيا المركزي أو من الحكومة التركية لإيقاف هذا الانخفاض مرة أخرى في الليرة التركية. نعم.